ستظل هذه الألواح بصمغها وصلصالها شاهدة على أبشع الجرائم التي ترتكب في فضاء لتعليم القرآن وحفظه. إنه كتاب قرآني بإحدى مداشر جماعة ملوس ضواحي طنجة. في هذا المكان ظل فقيه القرية يتناوب على اغتصاب فتياتها الصغيرات المتعلمات لمدة تناهز 8 سنوات قبل أن تنفجر القضية باعتراف جماعي تلقائي للضحايا. عرفنا الحقيقه يعني الفضل لواحد البنت الجيران ديالنا. من بعد يعني ديك البنت يعني بقات كديهم تجيبهم في الهضره، بقاو كيعاودوا لها الحقيقه، يعني عاودوا لها داكشي اللي مارس عليهم الفقيه يعني في المسجد. صافي فاش عرفنا الحقيقه حنايا يعني بحال عندنا الجنازه في الدار. هذا الشيء هذا ما تقبلناش، يعني تعدنا على البنت، هبطناها انا للطبيب، يعني عملنا لها يعني الشهاده، لقينا انه تعدى عليها. اللهم هذا منكر، بغينا الحق ديالنا والحق ده البنت ديالنا والحق ديال البنات كامل، ماشي غير هي ضحيه، يعني بزاف ديال البنات. يعني هو اصلا اعترف بلي انا تعدى على 8 البنات. الاولاد ديالنا كنا نجيبوهم يقراو باش يقراو القران، وكان اللي يتكرفص عليهم. حنايا مع الاسف ولادنا ما قالوا لنا حتى شي حاجه، حيت كانوا اللي يخافوا منه، كان اللي يهددهم، ما كانوا يقولوا لنا حتى شي حاجه. اعترف الفقيه المشتبه به بجرائم الاغتصاب في حق فتيات الكتاب، وهو إمام مسجد القرية 43 سنة، قدم إليها عام 2008 وتزوج إحدى بناتها وكسب احتراما ووقارا، لكنه استغل ثقة الساكنة وبراءة الأطفال لينفذ جرائمه المتكررة ولسنوات. وشاء القدر أن تنفجر القضية قبل 3 أيام بعد بوح الضحايا اللواتي حملن في صدورهن جرحا غائرا لسنوات. كثرة هذه الجرائم مردها أولا أنها بعد الإفراج وبعد الخروج من الحجر خرجت كل هذه الأوبئة وكل هذه الأمراض البشرية وظهرت للوجود وطفحت على السطح. نتمنى أن لا تظهر أخرى، لأن ما يظهر الآن هو الجزء الظاهر من جبل الثلج، وما خفي كان أعظم. والأعظم والأدهى أن تتكرر حالات الاغتصاب في مثل هذه الفضاءات التي يفترض أن تكون مشتلا لاستنباط قيم التعفف ونقاوة الأخلاق. فغير بعيد عن هذه القرية وبمنطقة الزينات كانت تفجرت قضية مماثلة لإمام مسجد القرية تورط في قضايا اغتصاب أطفال الكتاب القرآني، الشيء الذي دفع منظمة مدقش ولدي إلى المطالبة بإعادة النظر في تدبير فضاءات الكتاتيب القرآنية من أجل حماية مرتاديها من الأطفال من جرائم الاغتصاب.